السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الحلقة الثالثة عن الأسرة والمرأة في الآية 33، لكن هنتكلم بدلالة الآية 34 في آل عمران. فالآية 34 في آل عمران كانت بتقول إيه؟ أول حاجة 33 بتقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآية 34 ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يعني معناه إيه؟ معناه إن الاصطفاء بتاع الآية الأولانية اللي هي 33 مرتبط بموضوع الذريات اللي هي الذرية أو الذراري حسب الجمع، يعني فذرية جمعها ذراري، فكل رسول له ذرية، كل رسول له ذرية. فهنجد إن كلمة ذرية، في عندنا كلمة ذرية وكلمة أهل وكلمة آل وكلمة آل. آل اللي هم أهلك، زوجتك وأولادك وأحفادك، ده آل. وأهل اللي هم برضو أولادك وأحفادك وزوجتك، ده بالنسبة للحياة العامة. بالنسبة في القرآن آل زوجتك وأولادك وأحفادك زي آل إبراهيم، آل عمران، آل إبراهيم، لكن أهل بتختلف المعنى في القرآن. فأهل في القرآن هو أهل اللي هي مجموعة بتتفق مع بعضيها في وجودها في مكان واحد أو في صفة مشتركة واحدة. يعني أهل الصحافة مثلا، أهل العلم مثلا، أهل الكتاب اللي هما الإنجيل والكتاب المقدس، أهل القرآن، أهل المغفرة، يعني بيشتركوا في صفة إنهم بيستغفروا ربنا كتير، أهل الرحمة. فأهل هنا في القرآن بتختلف عن أهل، يعني ملهاش علاقة بالعائلة. امتى ليها علاقة بالعائلة؟ مفيش حد من الرسل له علاقة بالعائلة في آل وأهل الاثنين معنى واحد إلا سيدنا لوط عليه السلام. وسيدنا لوط جه كلمة آل لوط 4 مرات اللي هو المقصود به أهل لوط، لأن الأهل هم اللي آمنوا به، هم نفسهم أهله. لكن دايما تيجي بعد كلمة أهل لوط أو آل لوط تيجي كلمة إلا، الاستثناء، إلا امرأة كانت في الغابرين أو إلا عجوزا في الغابرين. يعني إلا مين؟ إلا امرأته، إلا امرأته. فبيشيل من امرأته، من عائلة لوط امرأته. أما الذرية الوضع يختلف. الذرية هي اللي بتحمل اسم الأب، اللي هي بتحمل اسم إيه؟ الأب. فذريته أولاده وأحفاده، مراته مش من ذريته، مراته مش من إيه؟ مش من ذريته. ليه؟ لأن ممكن يغيرها، ممكن يطلقها ويتجوز واحدة غيرها. لكن هي لما بتيجي تدخل عليه وتتجوز، تتجوز مثلا فلان، ما بتغيرش اسمها، هي بتبقى إيه؟ كنيتها مرات فلان. لكن فلان ده معلق، ممكن يطلقها، ممكن يموت، تبقى أرملة، ممكن تتجوز واحد تاني بعده. فهي ملهاش علاقة بالذرية، الذرية هي اللي تحمل الاسم، اللي تحمل الاسم. وعشان كده سبحان الله ربنا خلى، عشان ما تضيعش حق الست أو الزوجة أو الأنثى حقها مع زوجها، فخلاها هي لو كانت قانتة لزوجها بتاخد حسنات زوجها كلها، بتاخد حسنات زوجها إيه؟ كلها بالكربون، صورة بالكربون. فآدم لما ربنا جه اصطفى، إن الله اصطفى آدم، فبالتبعية اصطفى حواء معاه، اصطفى حواء إيه؟ معاه، اللي هي زوجه. هتيجي تقول لي ما هي عملت حاجة اللي هي أكلت من الشجرة، برضه هو أكل من الشجرة. طب هي تابت، برضه هو تاب. لكن إحنا هنيجي في إيه؟ في سورة طه، في سورة إيه؟ في سورة طه، عشان نعرف الموقف بتاعها قبل ما تدخل الجنة الوضع إيه. أول حاجة عشان ما تدخلش الجنة لازم يذكرها في آية، وده بنلاقيه في مين؟ في سيدنا نوح. يعني قال لك إن الله اصطفى آدم ونوح. لما نيجي ندور على نوح هنلاقي نوح هنا بالمفرد. طب مراته تلقائيا معاه؟ لا،
ليه؟ لأن في آية رقم 10 في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فخانتهما. المهم ايه الخيانة؟ احنا قلنا الخيانة بأنهم ما آمنوش بزوجهم أو بالرسول أو بالرسالة أو بالتوحيد، دي الفكرة. فده عشان كده دخلت النار لما امنتش زوجها، يعني ما كانتش من القانتات مع زوجها او مش مطيعة لزوجها، دي حاجة. فالناحية التانية بالنسبة لسيدنا نوح، ابنه مين؟ ابنه اللي غرق في المية، فاللي غرق في الطوفان. ولذلك لما جه ربنا نجى نوح، نجاه لوحده، نجاه ايه؟ لوحده. فلما تيجي في سورة هود، هنلاقي في سورة هود ربنا قال ايه؟ فنجيناه ومن كان ومن معه، اللي هو حاضر هنا. لا، في سورة نوح هنا هيتقال آية غير كده: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يعني سلام منا وبركات عليك بالمفرد، يعني نوح لوحده، وعلى أمم. الأمم مين؟ المفروض يكونوا من ذرية نوح. لا، أمم ممن معك، يعني مع اللي آمنوا، مع اللي آمنوا إيه؟ معك. طب لو جينا في سورة تانية اللي هي في سورة الأعراف، هنشوف برضو قال إيه على نوح في سورة الأعراف، فهتلاقي برضو في سورة الأعراف في سورة الأعراف قال إيه؟ الآية 83: فأنجيناه وأم زاد في لوط، فأنجيناه وأهله إلا امرأته. إلا إيه؟ إلا امرأته، جاب الاستثناء. ولكن هنا أهله هم آل، هم آل. لكن إحنا عاوزين نتكلم على نوح، فهنقول قال إيه؟ قال برضه: فأنجيناه والذين معه، في الآية 72 في إيه؟ في سورة الأعراف. فالنجاة لنوح بالمفرد. طب مراته فين؟ مراته في آية بتقر إنه هي داخلة النار، اللي هي في سورة التحريم الآية 10، اللي هي: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح. ده فدي خلاص. طب وابنه؟ ابنه في سورة هود لما سيدنا نوح لقى ابنه مش هيطلع مع المركب أو البخرة أو الفلك، فقال إن ابني، بكلم ربنا بقوله إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي. ولو كان الأهل هي الأسرة ما كانش قالها، لأن ربنا عارف الأهل، أهل نوح مين. لكن أهل التفسير في بعض منهم أولوا الكلام ده على إنه هو مش من مراته أو زوجته جابته من حتة تانية والكلام ده، وحاشا لله. ليه؟ لأن في حديثين، أحاديث اثنين عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أول حديث إن كل النساء أو زوجات الرسل والأنبياء معصومين من الرذيلة. طب الخيانة؟ الخيانة دي إنهم ما آمنوش بإيه؟ بزوجهم اللي هو بالرسول. دي واحد، معصومين. نمرة اثنين، إن أي رسول أو نبي لازم تكون سلسلته من ساعة آدم لغاية ما وصلت عنده، مفيش حد سجد لصنم من ايه؟ من آبائه أو أجداده، من آبائه أو ايه؟ أو أجداده، ما سجدش لصنم. فالاتنين دول قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام في ايه؟ في حديث اتنين، والأحاديث دي لازم نحطهم نصب عينينا. والتفسير كمان إن ابني من أهلي مش زي ما فسروه الفراش والكلام ده، هتلاقي رد ربنا له قال له إنه عمل غير صالح. طبعا هم خدوا كلمة عمل غير صالح يعني زنا وحاشا لله في الكلام ده، لا، هو عمل غير صالح، لأن كل الأعمال اللي بنعملها بتسمى، الأعمال الكويسة بتسمى تحت اسم إيه؟ عمل خير. فلو كان واحد بيعبد البقر وإدى فلوسه لواحد غلبان فهو عمل خير. واحد بيعبد عيسى وادى فلوسه لمعرفش مين وتبرع لمين، عمل خير. واحد ودى لمعرفش في ديانة معينة وادى برضه لناس، عمل خير أو عمل إنساني، لكن مش عمل صالح، لأن ربنا بيرفع الأعمال الصالحة، بيرفع الأعمال إيه؟ الصالحة. والصلاح لازم تكون النية
والإيمان، لازم يكون النية شرط والإيمان. النية إنه مواهب ده أو العمل ده لوجه الله، والإيمان إنه يكون مؤمن بربنا. فلو افتقد شرط من الاتنين دول، لو مآمن وما عندوش النية برضو عمل مش صالح، لو عنده النية ومش مآمن برضو عمل مش صالح. فلازم يكون النية والإيمان عشان يبقى عمل صالح، فيترفع للسماء ويتكتب في حسناته، وبالتالي يا إما بينزل له ثوابه، يا إما بتأجل الثواب، يا إما بينزل ثواب جزء منه في الدنيا وجزء بتحفظ له في الآخرة. لكن طب اللي عمل عمل خير ومش على ديانة الإسلام، بينزل له ثوابه في ساعتها، ولذلك تلاقي أغنى أغنياء العالم جنسيات غير المسلمين. هتيجي تلاقي في مسلمين برضو أغنياء، ده ممكن يكون مسلم بالبطاقة الله أعلم، لأنه هو المفروض لو هيطلع ربع العشر من زكاته وهي مليارات، ده موضوع تاني. فمين بيطلع كده؟ ده هو لما يطلع مليون بتهاله طلع إيه؟ خلاص الدنيا خربت، ده هو في نظريته كده، والله أعلم، ده أنا بصوره كده. فنرجع مرجوعنا، فسيدنا نوح لما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا، نوحا هنا امراته في النار فمش معاه، وذريته اللي هي ابنه، ابنه برضه غرق لانه عمل غير صالح. هتيجي تقول لي ده المفسرين قالوا ان نوح من سلاله، جاي ابراهيم من سلالته، دي نمره واحد. نمره اتنين ان نوح له حام وسام ويافث. هرد عليك رد بسيط، سيدنا يوسف كان معاه 11 اخ، فلما جه ربنا ذكر في سيدنا يوسف قال لك ذكر ال 11 بالعدد، لكن ما ذكرهمش بالاسم، لكن ذكر يوسف لوحده بالاسم. ويوسف كان رسول، اما ال 11 كانوا انبياء. ال 11 كانوا ايه؟ كانوا انبياء. هتقول لي كانوا انبياء؟ لان ذكرهم في القران في الايه 136 و140 في البقره باسم الاسباط، وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، ومن ذرية موسى وعيسى، أو من موسى. المهم الآية بعد كده دخلت في موسى وعيسى وحاجة من، يعني الأسباط قبل موسى وعيسى، قبل موسى وإيه وعيسى. فالأسباط اللي هم مع يوسف، فالأسباط هو المقصود به يوسف و11 أخ. لكن لما بتكلم عن يوسف بتكلم عن يوسف لوحده، بتكلم عن يوسف إيه لوحده. طيب ال 11 دول، طب ما كان هيرموا في البير وعملوا وسووا. لما تيجي في سورة يوسف في الآية 6، في سورة يوسف في الآية 6 ولا في في الآية 6، وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك يعني إيه؟ يختارك، ها؟ ويعلمك تأويل الأحاديث، بتفسر الأحلام طبعا، ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. مين آل يعقوب؟ ما قالش آل يوسف، لو قال آل يوسف يبقى أولاد يوسف، لكن قال آل يعقوب يبقى قال إيه؟ قال أبوه، يعني يعقوب ده أبوه، يعني معناه كلمة آل يعقوب إخواته. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، زي ما تمها على إبراهيم وإسحاق. إبراهيم رسول، إسحاق نبي، يعقوب نبي. طيب هنا إخوة يوسف، يوسف رسول، إخوة الـ11 أنبياء، ولذلك ذكروا مع سيدنا يوسف بكلمة الأسباط في الآية 134 136 و140 في سورة البقرة، وفي سورة بقى وفي آية آل عمران، في سورة آل عمران في آية من الآيات، وبرضه اتذكروا في آية تانية. ولذلك ده بيوريك إن ربنا لما بيكون خلفة الرسول أكتر من واحد بيذكره، يعني لو كانوا ثلاثة يبقى هيذكروا بالجمع، لازم يجيب سيرتهم. ما جابش، ده هو قال لك إيه؟ فأنجيناه، أنجيناه لوحده، وقال لك ايه يعني انزل بسلام وبركات عليك، الايه اللي قريناها نسيتها. المهم ما معناه انه كان نوح لوحده، نوح لوحده والناس اللي امنوا معاه، الناس اللي امنوا معاه ما فيش حد من قرايبه، ما فيش حد من ايه من قرايبه. ليه ما فيش حد من قرايبه؟ لان ابوه وامه امنوا بيه وماتوا قبل الطوفان. بالمناسبه مرات نوح مش مؤمنه، طب هتقول لي طب هو رسول 950 سنة ما كان يتجوز واحدة مؤمنة. الحكمة في الرسل كلهم إنهم أغلبهم أو 99% بيتجوزوا قبل الرسالة، لأن الرسالة بتنزل في الـ40، هو بيتجوز على الـ15، على الـ16، على الـ20، على الـ17، يعني في الفترة دي. سيدنا محمد يتجوز على الـ25،
السيدة خديجة نزلت الرسالة في الأربعين، يعني كان متجوز خديجة أربعة وله 15 سنة عليه الصلاة والسلام، يعني في إيه؟ فدي الفكرة. فكل الرسل سيدنا إبراهيم اتجوز سارة وهو في إيه؟ قبل ما يهرب من أو قبل ما يهاجر اتجوز سارة، وكان معاه لوط. لوط بيبقى ابن أخوه المتوفي، يعني لو يعني سيدنا إبراهيم له أخ توفى كان مخلف لوط، فإيه فسيدنا إبراهيم خد كفالة لوط معاه فعاش معاه واتجوز برضه لوط، وابراهيم اتجوز. ولما جت هجرة ابراهيم ما اتذكرش ان سارة هجرت معاه، ولا اتذكر ان لوط هاجر معاه، لان لوط معاه في البيت، لان لوط ومراته مع ابراهيم في البيت، مع ابراهيم ومراته. لوط خلف قبل الهجرة لكن ابراهيم ما خلفش، ولما هاجروا جت الهجرة في القرآن باسم مين؟ باسم ابراهيم، يعني هجرة سيدنا إبراهيم. سيدنا محمد لما هاجر برضه ما جابش إن ذريته أو نسائه هاجروا، ما جابش الكلام ده. فالمقصود إن إيه؟ المرأة بتلحق الرجل اللي هو الزوج في كل الأعمال المشروعة اللي ربنا بيقررها على الزوج. فلو قال الرسول هاجر، يعني أول حاجة مراته هتهاجر معاه أو هتهاجر قبله أو هتلحقه بعديها، يعني المهم لو في خطر ولا حاجة ممكن تمشي قبله وهكذا. لكن لا، ما بيذكرش القرآن هجرة الست اللي هي الزوجة. ولذلك لما نيجي نرجع لسيدنا نوح، سيدنا نوح كان له ولد واحد، والولد ده غرق ومراته غرقت اللي هي مرات نوح، وطبعا امرأة لأنها ست كبيرة غرقت برضه، ففضل نوح لوحده. واللي آمنوا معاه، واللي آمنوا إيه معاه، واللي آمنوا معاه من مشارق الغرب ومغاربها، لأنه قعد 950 سنة يدعو الناس لعبادة ربنا. فتخيل 950 سنة دول مقدار يوم ولا يومين ولا نص ساعة في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو شوف الكورونا أول ما ظهرت العالم كله خد بيها خبر في لحظة، لكن النت ما كانش أيام نوح، فمحتاج سنوات وسنوات. وتجوز مراته قبل الأربعين، لأنه لو هيتجوز بعد الرسالة كان اختار واحد هتآمن بيه. يعني أنت رسول وهتيجي تتجوز هتدور من شعر الهرم، استغفر الله العظيم، حاشا لله، لا طبعا، هتدور على حاجة إيه مأمنة معاك. لكن هو زواج الرسل كله دايما بيبقى قبل الرسالات. ليه؟ عشان يبين الطالح من الصالح، وهل هي هتساعد زوجها ولا لا، هتقف معاه في دعوته ولا لا، هتشد أزره ولا لا، فدي الفكرة. فبتبين، فبناء على ذلك ظهرت امرأة نوح وظهرت امرأة لوط الاثنين، وطلعوا الاثنين في مشكلة، خدت بالك. لكن لما نيجي نرجع لامرأة آدم هنلاقي في سورة طه، هنلاقي إن الشيطان هو وسوس لمين؟ وسوس لآدم. فإيه؟ فقال تعالى في طه، فين طه؟ هنا طه. هنا. فوسوس، الآية 120 في سورة طه، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى هنا الوسوسة كانت للشيطان في سورة الأعراف، في سورة طه، فأكل منها. لما وسوت للشيطان أكلوا الاثنين. ده يبين لك إيه؟ إنه ممكن يكون وسوس برضه لمراته، وممكن يكون وسوس للاثنين في وقت واحد، وممكن يكون وسوس للشيطان لآدم لوحده. وبناء عليه ممكن يكون تفكيرها على اساس انها قانته ومطيعه لزوجها راحت كلت من الشجره اسوه بادم، اسوه بايه؟ بادم. فايه؟ فاكل منها الى إيه؟ فنيجي بعد كده ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فربنا تاب عليه على مين؟ على ادم. ما جابش توبه حواء. ليه؟ لان توبه حواء بالتبعيه، بالتبعيه بس، هي في وما ذكرش انها تابت، لان هي في اي حاجه تكون فيها حسنه، لان التوبه فيها حسنه ما بتذكرش. ولذلك لما تيجي الايه تقول لك ان الله اصطفى ادم، معناه ان ادم وزوجه، معناه ان ادم وايه؟ وزوجه. ليه؟ لان هنا ما بذكرش الزوجات، زوجات الرسل او نساء الرسل في الايات، في الحاجات الكويسه،
يذكرها بس في المعصية والحاجة دي، ومفيش آية تبين إن مرات آدم هتدخل النار زي مرات زي مرات نوح، ولذلك أو زوج آدم، لأن هي سنها صغير، زوج آدم هتدخل النار، ولذلك إيه هو اختارها هي وزوجها، فبتكلم عن زوجها الأول وهي بالتبعية، لأن هي هتاخد حسنات زوجها، فطالما هتاخد حسنات آدم يبقى هتدخل الجنة مع آدم، طالما هي بتعملش سيئات، والسيئة الوحيدة اللي عملتها إنها طاعته في أكل الشجرة، يعني ممكن يكون مظلومة هي طاعته، لكن عشان طاعته بدون ما تفكر وتشغل مخها إن ده ربنا نهى عنه والمفروض ما تطيحوش، خدت عقوبتها، خدت إيه عقوبتها، واتحسبت لها سيئة. فلما جه تاب آدم، ففي سورة الأعراف، سورة الأعراف، فتاب فقال الاثنين اللي هو آدم ومراته في التوبة، يعني دعوا ربنا في التوبة الاثنين مع بعض. وأنا قلت التفسير إن هنا إن ممكن يكون آدم بتوب وهي بتأمن عليه زي صلاة الجماعة اللي حاليا فيه، فدي الفكرة. فهنا إن الله اصطفى آدم يعني آدم وزوجه. طب وأولاده بني آدم؟ لا، ما اصطفاش بني آدم. ليه؟ لأن أولاد بني آدم كلهم جايين عن طريق إيه؟ الرحم، عن طريق الولادة، فهو اصطفاهم الاثنين إنهم اتخلقوا الاثنين بطريق غير طريق البشر كله، يعني آدم اتخلق بدون أب وأم، وحواء اتخلقت بدون أم، وسبحان الله هي لما جت، جت إيه؟ جت من القفص الصدري، حتة لحمة في القفص الصدري، يعني تحتها القلب والرئتين، تحتها القلب والرئتين، والقلب هنا معناه إن العاطفة بتغلب عليها، وده اللي خلاها تتبع آدم مباشرة، تتبع آدم إيه؟ مباشرة، ولذلك هي بتتبع آدم كل حاجة، فبتكون قانتة له فبتسمعه، حتى لما كان بالشجرة راحت اتكلمت معاه، لكن خدت عقوبتها منفردة ملهاش علاقة بعقوبة إيه؟ آدم، لكن تابت مع آدم، فلما تابت مع آدم خدت برضه حسنة جزاء لأنها تابت، وطبعاً دخلت الجنة أو هتدخل الجنة مع آدم. لكن ذرية آدم أولاده كتير، لأن هو سلالة البشرية وكلهم هيجوا عن طريق الحمل والولادة، فكان إيه الاختيار الاتنين دول إنهم خلق غير باقي البشر، فالاختيار، الاختيار التاني أو الاصطفاء التاني ليهم إنهم هينزلوا الأرض ما فيهاش ولا واحد من البشر، يعني هم هيكونوا بداية السلسلة اللي هو آدم ومراته، فكان الاصطفاء لآدم ومراته، فشوف الزوجة سبحان الله هي بتكوش على كل حاجة من ورا زوجها، بس ما بتخسروش في حاجة، لأن الكوم بدل ما يبقى كوم واحد هيبقى كومين، والكوم ده زي ده واحد، هو عنده كوم حسنات، هي تاخد نفس الكوم بتاع الحسنات بتاعه صورة طبق الأصل، كأنك في إيه، في مطبعة أو تحت آلة أو بالكربون، يعني دي الفكرة، فهي هنا كده. لكن ما فيش ذرية بالنسبة لآدم، ليه؟ لأن الذرية هندخل في إيه؟ في بني آدم، ذرية آدم في بني آدم. آدم بتلاقي اتذكر باسمه، واتذكر طين، واتذكر نفس واحدة وزي كده، والزوج اتذكرت آدم مراته زوج على طول، زوجك زوجها يعني زي كده يعني، لكن ما ذكرتش باسمها. لكن بالنسبة لبني آدم اللي هو المقصود بيه الإنسان ومقصود بين الناس وبني آدم، الثلاثة دول بمعنى واحد، بني آدم والإنسان والناس. نيجي لنوح، نوح اللي هو هنا الاصطفاء كان لوحده، لأن ذريته ما فيش، ولأنه أساسا مراته من أهل النار. لما نيجي نرجع لمرجعنا لذريتهم بعضها من بعض، فقلنا الذرية اللي هي بتحمل الاسم، فاللي بيحمل اسم نوح ابنه، وابنه غرق خلاص. لكن لما تيجي في سورة في بقية الآية آل إبراهيم وآل عمران، فهنا الذرية المقصود بإبراهيم وولاده وأحفاده، وعمران برضو أولاده أو بناته وأحفاده، ده المقصود بيهم هما الاثنين اللي هو في آل إبراهيم وآل عمران. لكن النساء ما لهمش دور في الذرية، هم صح لهم دور في الذرية لكن ما يدخلوش ضمن اسم الذرية. ليه؟ لأن أي ست لما بتتجوز واحد ما بتغيرش اسمها، مش زي أوروبا هو اسمه مثلا فلان النجار، هي من عيلة فلان فلان الحداد، فلما تيجي تتجوز ابن النجار ده فالمفروض تنقلب اسمها إلى فلانة النجار،
لكن لا، هي بتفضل الحداد زي ما هي باسم ابوها، وده الاسلام بيقول كده. لكن اوروبا وامريكا وكده بيغيروا اسم الزوجه باسم الزوج على طول، بيحطوه تبع قبيله، تبع ايه، تبع اسم الزوج. والقران لغى الموضوع ده، والقران هو بين الموضوع ده، ان الزوجه مش من الذريه، يعني ما بتحملش اسم الزوج، ولا بتحمل يعني، لانها ممكن تتغير، ممكن يطلقها، يعني ممكن يتجوز عليها، يعني حاجات زي كده كتير. لكن اسمها لا يمكن يتغير، هي معروف من ذرية فلان، ذرية أبوها، ده موضوع تاني. فإلى هنا ونكتفي بهذا القدر عشان نتكلم عن إيه سيدنا إبراهيم إن شاء الله الشريط الجاي. ونصيحتي لكل واحد بيسافر بره، يحاول ما يعني خلال سنة ولا سنة وشهر ولا، إنه إيه، إنه يستدعي زوجته معاه في الغربة. ما يفكرش انه هيقعد له 8 سنين 10 سنين يحوش ويرجع يلاقي زوجته على نفس الوضع، وهو طبعا سنه كبر والله اعلم، والامراض والدنيا. فانت عيش حياتك، عيش حياتك، خد زوجتك معاك. انا سبحان الله ما فيش سفريه ليا بره خارج جمهوريه مصر العربيه الا وعائلتي معايا، بغض النظر. لان اللي بيروح لوحده بيكون هدفه الماده، بيكون هدفه ايه، الماده، يحوش عشان يعمل، عشان يوفر. توفر ليه؟ ده هو سنك اللي في عز الشباب انت بتضيعه في التوفير، بتضيعه في التوفير عشان تيجي تستعمله وانت كاهل. ينفع؟ ما ينفعش طبعا. كل سن له وقته، كل سن له وقته. ابو ال30 غير ابو ال40 غير ابو ال60. في حاجات بتعملها في ال40 ما تقدرش تعملها في ال60، في حاجات تعملها في ال60 ما تقدرش تعملها في ال80 بالنسبة للعمر. ولذلك النصيحة إني لازم مراتك تتبعك، لازم مراتك تتبعك. الرسل على طول مراته بتتبعه، ربنا بيقول له هاجر زي سيدنا إبراهيم، على طول مراته راحت معاه. ده بالعكس، كمان راح مع لوط وراح مع مرات لوط. طب ما تذكروش في القرآن، لأنهم يعتبروا عيلته، يعتبروا عيلته، عايشين معاه في نفس البيت. يعني سيدنا لوط كان عايش مع سيدنا إبراهيم في نفس البيت. احنا الشريط الجاي هنتكلم في سيدنا ابراهيم، وهتسمعوا كلام مش هتلاقوه في التفاسير. والى هنا اكتفي بهذا القدر، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.